المتحف القومي للحضارة بالفسطاط بيفتح أبوابه للملتقى الأول لتمكين المرأة والفن بمشاركة 105 فنانة أكثر من 34 دولة مختلفة. بيقام هذا الملتقى تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والمجلس القومي للمرأة بمشاركة عدد كبير من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني، وبيهدف للجمع بين الفنانين المصريين والدوليين لبناء شراكة بين الدول من خلال الفن وإلقاء الضوء على الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة. الحديث عن تمكين المرأة هو حديث هام وحديث واضح جدا ان في اجماع من كل الدول العالم عليه، وان في اهم حاجة ان احنا نركز على المبدعات والفنانات التشكيليات. يعني ممكن يكون الابداع جاي من رجل مش لازم يكون من مرأة، انما في هذا المعرض كل الابداع وكل الفن جاي من مبدعات وفنانات تشكيليات من حول العالم. طبعا لما يكون الموضوع عند المرأة بنجري يعني، بس هو المجتمع مرأة ورجل يعني مع بعض، بس انه في مشاكل اجتماعية صغيرة يعني ان شاء الله نتلاشاها، اللي شوية تحد من المرأة، فمشاركتنا في المعرض لهذا الهدف توعية دور المرأة بأهميتها. أنا مشتركة بأربع أعمال، والأربعة تحت عنوان ضياع هوية. يعني أنا وايد قاعد يحز بنفسي إنه إحنا كمساحة عربية بدينا نفقد هويتنا، من أولها اللغة. دلوقتي إحنا ما بنسمعش لغة عربية. هو إحنا لأول مرة في مصر، دي حاجة موجودة الحقيقة بره مصر، بس أول مرة في مصر بندمج المكفوفين في الفن التشكيلي، وده يعني الشكر موصول لمؤسسة بصيرة، لأن هم الحقيقة ساعدونا إن إحنا ننفذ اللوحات بطريقة بارزة أو مجسمة، فهم يقدروا يجوا يحسوا اللاين، وفي نفس الوقت الكلام مكتوب ببرايل فيقدروا يلمسوه ويعرفوا تفاصيل اللوحة بتقول إيه وبتتكلم عن إيه والقصد منها إيه. I'm really excited to part this great festival. أنا سعيدة جدا لوجودي في هذا المهرجان ولمقابلة الفنانات وخصوصا المصريات لأتعرف على ثقافة جديدة. هذا المهرجان كان من اهتماماتي لدعم وتعزيز الفنانات من ناحية الفن. حقوق المرأة هي قضية مهمة جدا، هي موضوع هذا المهرجان. نحن هنا اليوم لتمكين النساء من جميع أنحاء العالم. يضم الملتقى مجموعة متنوعة من أشكال التعبير الفني، منها الرسم والنحت وفن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفنون المستدامة. أنا رئيس المسؤول عن اللايف بينتينج والوركشوبس، يعني كل يوم بيبقى متواجد معنا الفنانات من كذا دولة بيشاركوا في الرسم المباشر قدام الجمهور، وده بيعمل تفاعل بين الفنان وبين الجمهور، بيشوفوا التقنيات المختلفة اللي بيشتغل بيها كل فنان اللي جاي من بلده محمل طبعا بثقافة مختلفة. هو فكرة ان يبقى فيه معرض للمرأة فده شيء رائع وجميل، وفكرة تمكين المرأة يعني فكرة ربما تكون مستخدمة سياسيا، لكن انا بعتقد ان المرأة ممكنة، لان المرأة هي الاصل وهي اللي بتربينا، هي اللي بتربي الرجالة أصلاً. فأنا متحفظ على فكرة تمكين المرأة لأن المرأة هي ممكنة بالضرورة. فرصة حلوة جداً لأن إحنا بنعبر عن نفسنا وعن مشاعرنا أوقات كتير من خلال الرسوم، وحتى أصلاً في علوم بتتكلم عن ده، ففرصة حلوة جداً إن كل ست يبقى ليها الفرصة إن هي تعبر عن نفسها أو عن فكرها بالرسومات دي، وطلعة بشكل رائع، كل واحدة حتى ذوقها في صورة طلعة فظيعة يعني. خلال أيام الملتقى تعقد مجموعة من ورش العمل والحلقات النقاشية ومخيم للفن، وذلك لتعزيز الحوار ولتقوية الروابط بين محبي الفنون من مختلف دول العالم، ما ينعكس على تعاطيهم مع مختلف القضايا الإنسانية. شروق ناجي، انتي اي تي سي.